السلام عليكم. تزايد مؤخرا الحديث عن الحديدة وباتت وكأنها محور الصراع وعقدة الحل من خلال ما يطرحه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بتسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث لإدارته، ويعتبره حلا لمشكلة الرواتب وكذلك خطوة تقابل بفتح مطار صنعاء، ما اعتبره البعض مقايضة تجاوزت المرجعيات الثلاث بل تخطت الانقلاب كمشكلة نتج عنها حالة الحرب والتدهور الشامل الذي انعكس على عموم الشعب اليمني. في الاتجاه الآخر يسخر أبناء الحديدة من المبادرة برمتها، كونها تكرس النظرة التقليدية للحديدة كبقرة حلوب ومصدر دخل لخزائن صنعاء، فضلا عن كونها تجاهلا للوضع الإنساني الذي تعيشه ثاني أكبر المحافظات سكانا وأكثرها فقرا وتأثرا بتبعات الانقلاب وويلات الحرب. تحصل كل هذه المعاناة في ظل استمرار الميليشيا لنهب مقدرات الدولة وتنصل الشرعية عن مسؤولياتها. في حلقة اليوم نناقش أبعاد الصراع السياسي على الحديدة، وما الذي تمثله المبادرات السياسية بالنسبة لأبناء الحديدة، وما الذي يفترض أن يتم ليصبح الإنسان في الحديدة في أولويات الاهتمام لدى أطراف الصراع. في هذه الحلقة من بين قوسين اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة المؤقتة عدن، وكيل أول محافظة الحديدة والقائم بمهام محافظ الحديدة الأستاذ وليد القديمي، وعبر الهاتف سيكون معنا من الرياض الناشط السياسي الدكتور عثمان العيدروس رئيس اتحاد الساحل الغربي، وسيكون معنا من الحديدة الكاتبة منال قائد وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان. قبل النقاش نذهب لهذا الفاصل. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، وأبدأ هذه الحلقة مع وكيل أول محافظة الحديدة والقائم بمهام المحافظ الأستاذ وليد القديمي. مرحبا بك أستاذ وليد. مساء الخير أخي العزيز. أهلا بك أستاذ وليد. في البداية إذا تحدثنا عن كل المبادرات التي يعني ربما الحديدة هي محور الاهتمام بالنسبة للمبادرة الأخيرة لولد الشيخ عن تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، ما رأيكم أنتم كأبناء هذه المحافظة؟ أولا أخي العزيز نرحب بك وبالأخوة المشاهدين. بالنسبة لمبادرة ولد الشيخ، كما تعلم أخي العزيز أن الحكومة رحبت بهذه المبادرة من أجل معاناة أبناء محافظة الحديدة من المجاعة الإنسانية التي حصلت لهذه المحافظة المنكوبة منذ احتلال الميليشيات الحوثية على محافظة الحديدة. رحبت الحكومة بالموافقة على هذه المبادرة حفاظا على أبناء محافظة الحديدة، وحفاظا على أيضا من حدوث أي خراب أو دمار كما جرى في محافظة عدن، وكما جرى في محافظة تعز، وكما أيضا جرى في محافظة مأرب. وكما تعلم أخي العزيز أن الميليشيات أينما أحلت دمرت وفجرت ونهبت وقتلت، فكانت الحكومة تود أن يتم تسليم ميناء الحديدة بطرق متفق عليها بحسب المبادرة، ولكن الميليشيات الحوثية ترفض حتى أن تمد يد السلام من أجل المواطن المغلوب على أمره. نعم. أبناء الحديدة أخي العزيز يعيشون حياة مأساوية ومجاعة إنسانية منذ احتلال هذه الميليشيات، وأيضا تم الموافقة من أجل أن تكون ميناء الحديدة هي محطة وصول المواد الغذائية والدوائية التي تصل عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتنهبها الميليشيات الحوثية لصالح ما يسمى مجهودها الحربي ولصالح المناطق التي تدعمهم في ساحات جبهات الاقتتال ضد أبناء الوطن وضد الدول المجاورة. نعم. طيب أستاذ وليد، إذا نحن كأبناء الحديدة أيضا رحبنا بها، ولكن هناك بند الذي كان فيه تدخل طرف ثالث، وحيث لا نعلم من هو هذا الطرف الثالث، وكنا نتمنى أن يتم الإيضاح بمن هو هذا الطرف الثالث، ونتمنى أن يكون الطرف الثالث هذا هو أبناء هذه المحافظة لكي يتم تمكينهم من قبل الشرعية. نعم. والتحالف والأمم المتحدة. نعم. هذه المبادرة. نعم أستاذ وليد. نعم.
كما طبعا. نعم استاذ وليد، هذه المبادره كما تحدثت الحكومه قبلت بها وانتم رحبتم بها، لكن الميليشيا تتمنع وترفض هذه المبادره جمله وتفصيلا رغم المقايضه على فتح مطار صنعاء. اذا الان السؤال الاهم، ما الذي بيدكم صحيح. انتم في الحكومه الشرعيه وكسلطه محليه في الحديده يعني اتخاذ اجراء من اجل التخفيف عن معاناه ابناء الحديده الذين ربما هم خارج هذا السياق التفاوضات السياسيه الحديده؟ الملف الأهم بالنسبة لطاولة الحوار والمقايضة، لكن أبنائها منسيون. ولد الشيخ تكلم عن الحديدة كميناء تجاري، كإيرادات، كدخل من أجل تغطية مرتبات محافظات الجمهورية، ولم يتكلم عن الحديدة كشعب وكتاريخ، ولم يتكلم عن الحديدة كمعاناة، ولم يتكلم عن الحديدة كمجاعة إنسانية. أبناء الحديدة أخي العزيز انقطعت عنهم الكهرباء منذ 3 أعوام واستغل هذا ضعف تجار المولدات الكهربائية الذي قاموا بتوزيعها في حواري المدينة وفي المدينة وفي الريف، ويبيعون الكهرباء على المواطن الذي ليس له حول ولا قوة من أجل أن يوجد مروحة لأبنائه بسبب ارتفاع درجة الحرارة. لا يعلم ولد الشيخ أن محافظة الحديدة تعاني من انقطاع الكهرباء، وكذلك وكأنه لا يعلم أن أبناء الحديدة وصلوا إلى مجاعة إنسانية علمت بها كل الدول وكل العالم في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك في الإعلام، وكل القنوات تحدثت وكل الدول أغاثت، وكأنه لا يعلم بهذا المواطن المغلوب على أمره من أبناء تامة. برأيك لا لماذا؟ لا يذكر في الحديدة سوى الميناء والمرتبات فقط. نعم، برأيك لماذا يعني ولد الشيخ يتعامل مع الميناء والحديدة بأنها كما تحدثت مصدر لتوفير مرتبات الموظفين، وتجاهل الإنسان الأهم الذي يعاني من الفقر والجوع والأمراض الذي وصلت معاناته كما قلت إلى العالم، ومن أولويات الأمم المتحدة عادة هي الاهتمام بالإنسان؟ ولد الشيخ يتحدث كما تحدث الإمام في عام 1924، ويتحدث كما تحدثت الميليشيات في غزوها لمحافظة الحديدة وكل أرجاء اليمن في التهميش وإقصاء أبناء تهامة. فإذا كانت الأمم المتحدة هي التي تدعي انها من تعتني بالإنسان، هي من تقصي أبناء تهامة ولا تلتفت إلى مطالبهم. أبناء الحديدة يا أخي العزيز هم في بوابة ميناء الحديدة، وميناء الحديدة تعتبر هي بوابة اليمن على البحر الأحمر، ولكن أبناء الحديدة يموتون جوعا من جانب هذا الميناء الإيرادي القوي. إيرادات ميناء الحديدة أخي العزيز في عام 2014 وصلت إلى 88 مليار، بينما في 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 عام 2015 نزلت بسبب الميليشيات وخوف التجار من دخول بضائعهم، وكذلك السفن الكبيرة خوف التجار السفن من دخول سفنهم إلى اليمن بسبب حرب الحوثيين، وصلت إلى 47 مليار. وبعد في 2016 عندما سمحت الشرعية والتحالف بدخول السفن إلى ميناء الحديدة، وصلت إيرادات الميليشيات إلى 67 مليار وكذا مليون، ولكن أخي العزيز لم تلتفت هذه الميليشيات إلى أبناء محافظة الحديدة وإلى معاناتهم، كما لم تنظر أيضا إلى المستشفيات التي تعاني الكثير والكثير. الآن هناك أخي العزيز لديك مستشفيات لا يوجد فيها أي أدوية سوى التي تقدمت بها السلطة المحلية للجنة العليا للإغاثة وإلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومن ثم إلى برنامج الأمم المتحدة وإلى المنظمة الصحة العالمية التي بدورها هي التي أوصلت بعض الأدوية إلى هذه المستشفيات. لا يعلم ولد الشيخ إنه يورد إلى ميناء الحديدة كما يدعو من 70 إلى 80%
من المعونات الإنسانية ولا تصل إلى أبناء هذه المحافظة. نعم. لماذا؟ طيب أين تذهب هذه المعونات التي تدعي؟ نعم نعم، ربما وضحت هذه الفكرة تماما بأن الميليشيا هي تتنصل من أي التزام للمواطنين في مدينة الحديدة، وتعتبر ميناء الحديدة هو شريان بالنسبة لها سواء ماليا أو غذائيا أو ما شابه ذلك. أيضا كما تحدث والد الشيخ يتعامل مع الميناء بأنه بحث عن فرصة لدفع رواتب الموظفين من هذا الميناء ونسي أبناء الحديدة. أنتم كسلطة محلية وكحكومة شرعية، ما الذي قدمتم لهؤلاء المدنيين المطحونين في هذه المحافظة؟ أولا أنا أعود إلى بداية تقديمك، إن الميليشيات أو كما قلت أو الحكومة الشرعية تنصلت من أبناء المحافظة. أخي العزيز، نحن كسلطة محلية شرعية والحكومة الشرعية لم تتنصل من أبناء محافظة الحديدة، بل بذلنا جهود جبارة لإيصال المعونات الغذائية والدوائية إلى يومنا هذا، ونحن نسعى ولم نتنصل من أبناء تهامة في إيصال المعونات إليهم. حاولنا بقدر المستطاع أن نصل أكبر كمية من المواد الغذائية، ولكن تقوم الميليشيات بنهبها وبيعها على التجار في السوق السوداء، وأيضا تقوم بإرسالها إلى المحافظات أو إلى القرى والمناطق والمدن التي تدعم ما يسمونه جبهاتهم الحربية العبثية التي تدمر وتقتل أبناء الوطن والدول المجاورة، وأيضا تقوم بأخذ هذه الأموال وبدأوا بالتجارة وما إلى ذلك. لا يهمهم المواطن الكادح وخصوصا ابن تهامة الذي لا يوجد لديه أي وظائف. نعم. تم تهميش أبناء الحديدة من جميع الوظائف في النظام السابق وعلى على على سنين متعاقبة، حتى اندثر أبناء تهامة واختفى من الوظيفة نهائيا، كون كل عام كان يأتون أشخاص جدد إلى مكاتب المحافظة، بينما أبناء تهامة لا يحصلون على الدرجات الوظيفية إلا النادر القليل منهم، بينما يحصل على الدرجات الوظيفية أبناء محافظات أخرى. نعم. في هذه المحافظة، مما حصل إلى تجريف وخروج أبناء المحافظة من أكثر المكاتب التنفيذية في محافظة الحديدة. نعم. أصبح ابن تهامة لا يملك سوى قوت يومه، سوى نعم. أنه يشتري لها متر ويقوم بالعمل نعم. به. نعم، ربما معاناة الحديدة رغم ما طرحته من نقاط مهمة، أيضا الجميع لم يعد يعني يخفى عليه ما هو حاصل في الحديدة من مآسي كبيرة. اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث الدكتور عثمان العيدروس، ناشط سياسي من الرياض. مساء الخير دكتور عثمان. دكتور عثمان مساء الخير. دكتور عثمان، أتمنى أن تسمعني من الهاتف وتغلق صوت التلفزيون. ألو، ربما هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور عثمان عيدروس، أتمنى أن يسمعني من الهاتف حتى نتمكن من التواصل معك بالصورة الجيدة. دكتور عثمان، هل تسمعني الآن؟ إذا أعود لي الأستاذ وليد القديم. أستاذ وليد، إلى أن يجهز الدكتور عثمان، تحدثت بأنكم كحكومة شرعية وسلطة محلية بذلتم قصار جهودكم من أجل تقديم الدعم الممكن ودعم المدنيين في هذه المحافظة، لكن الميليشيا ربما تتسلط على كل ما ترسله إلى هذه المحافظة. الآن بدأت هناك ربما خطوات عسكرية نحو محافظة الحديدة، هناك تحرك من جهة المخا وهناك تحرك أيضا من ميدي. متى ستصل هذه القوات الشرعية من أجل أن تفك هذا الحصار وهذه المعاناة على أبناء محافظة الحديدة؟ أعتقد أخي العزيز الجميع يعلم التحركات العسكرية في الجبهتين، في جبهة ميدي وجبهة المخا، والآن أكثر تحركا وهي اللي كانت آخرها لجبهة المخا بتحرير المعسكر الاستراتيجي خالد بن الوليد، الذي كان يعد المعسكر ذا الحصن الحصين للميليشيات الحوثية وقوات صالح. طبعا بعد تحرير معسكر خالد، الآن هناك فريق لنزع الألغام يعمل بصورة مستمرة، وقوات التحالف وقوات الجيش
والمقاومة الجنوبية والتهامية في هذه الجبهات تعمل بصورة متواصلة، ولكن هناك أيضا بعض العمليات لا يتم الإعلان عنها من إعلاميا من قبل الجهات العسكرية، بينما أصبحت الآن مديريتين من مديريات الحديدة على مشارف التحرير، مديرية حيس ومديرية الخوخة التي الآن أصبحت تبعد ما يقارب 35 كيلو عن آخر نقطة تمركز فيها قوات الجيش وقوات التحالف، وأيضا يعني مدعوم بقوات بالقوات التهامية وقوات المقاومة الجنوبية، بينما جبهة المخا أخي العزيز، جبهة ميدي أخي العزيز، الجميع يعلم أن جبهة ميدي عانت الكثير وذهب منها الكثير من الشهداء، وأن هذه هي الجبهة التي يعتبرها عبد الملك الحوثي جبهته الحقيقية، والتي قاموا بزرع ما أكثر من 10,000 لغم في هذه المنطقة، والتي هي أكثر ما يعاني منه أبناء جبهة ميدي هي الألغام، وكون المنطقة مفتوحة والمزارع والأشجار الكثيفة هي التي ساعدت الميليشيات في عدم تقدم القوات، ولكن هناك خطط قادمة قريبة. نعم. الآن يتم الاستعداد لها بعد رفض الميليشيات القبول بمبادرة ولد الشيخ التي قبلت بها الحكومة. نعم، الآن لا 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 لم يبقى على القوات الشرعية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس والتحالف سوى التحرير عسكريا لمحافظة الحديدة وتطهير المحافظة وكافة محافظات الإقليم من هذه الميليشيات الإمامية الكهنوتية. نعم. التي سعت إلى 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 وجود المد الصفوي الإيراني الشيعي في اليمن. طيب أستاذ وليد، إذن اسمح لي، هناك أيضا أخي العزيز نقطة. نعم نعم، ما هي النقطة؟ ما تفضل أكمل. نود سريعا أن نتطرق. نعم. نقطة اللي هي من الجانب الصحي أخي العزيز، كما تعلم نتحدث. طيب أستاذ وليد، الجانب الصحي. نعم، سنتحدث بتفصيل عن الجانب الصحي. اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث الدكتور عثمان العيدروس. طبعا. من الرياض، مرحبا بك دكتور عثمان. دكتور عثمان، هل تسمعني؟ إذن ربما مشكلة فعلا مع بالتواصل مع الدكتور عثمان عيدروس. مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن لمتابعة هذه التصريحات التي تلخص عن الوضع في محافظة الحديدة والمعاناة التي تطال المدنيين، ومن ثم نكمل النقاش. تكرموا بالبقاء معنا. من أكثر من أشد المناطق ومحافظات اليمنية اللي مستوى دخل الفرد فيها متدني جدا، رغم وجود ميناء الحديدة. ميناء الحديدة استفادت منه كثير الميليشيات بالتهريب وأيضا كمصدر من مصادر الإيرادات بالنسبة لها، فهي تستفيد منه كثير، تحاول أن تبقيه تحت سيطرتها. الواجب من الشرعية أنها تحاول أن تتخلص من سيطرة الميليشيا على هذا الميناء الهام، كونه استخدمته في تهريب الأسلحة، بالإضافة إلى كونه مورد مالي ضخم لهم ويشكل عامل استقرار بالنسبة للميليشيا. الواجب من الشرعية أن تسرع بتحرير ميناء الحديدة من قبضة الميليشيا. ميناء الحديدة لا يعني للميليشيات الانقلابية أكثر من رئة تتنفس منها، يصل إليها الدعم والسلاح لإطالة أمد الحرب في اليمن، فكما أن تهامة بالنسبة لها هي مخزون بشري وأيضا استغلال لمواردها الطبيعية والإنسانية، فأيضا الميناء هو بالنسبة لها منفذ لإدخال السلاح والمال والدعم لإطالة أمد الحرب. أتمنى من الجانب الثاني، أتمنى من الأمم المتحدة والقوى الداخلية والقوى الإقليمية أن تهتم بأبناء الحديدة كإنسان وكميناء، أن تحررهم من هذه التبعية، أن تنزل برامجها التثقيفية ومشاريعها التنموية للإنسان في تهامة، في إقليم تهامة بشكل كامل. لذلك لن نخلص من استحواذ أي قوة على ميناء الحديدة الحيوي إلا بتأهيل الإنسان حتى يصبح له الحق في إدارة إقليمه.
حياكم الله مشاهدينا. إذا تابعنا عينة عن آراء المواطنين حول محافظة الحديدة، ونشرك معنا في الحديث من محافظة الحديدة الأستاذة منال قائد، كاتبة وناشطة حقوقية. مرحبا بك أستاذة منال. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذة منال. في البداية، أبرز مظاهر المعاناة الصحية والمعيشية في محافظة الحديدة. الحديدة تعاني ظروف إنسانية صعبة جدا، يمكن شرحها وتوضيحها لكم يحتاج وقت طويل، بس ممكن نبدأ نقول على الوضع الإنساني المرتبط بالأوبئة المنتشرة وبحالة الفقر وسوء التغذية. نعم. الحالات التي تحصيها الجهات والمنظمات هي يعني في فارق كبير بينها وبين الواقع. ممكن توضح لكم الصورة أكثر، يعني هذا لا يمكن مشاهدته إلا سرت في المدينة وشفت معاناة أبنائها. المعاناة نعم. طبعا في الأرياف وفي مركز المدينة. مركز المدينة هو عبارة عن ثلاث مديريات، الحالي والحوت والميناء. وفي المديريات البعيدة هذه الذي يعتمد أغلب سكانها على صيد الأسماك وعلى الزراعة، غير أنه في الموظفين العاديين اللي انقطعت رواتبهم. تدني مستوى المعيشة لامس جميع المواطنين داخل مدينة الحديدة. الحديدة فيها ظروف مختلفة جدا عن بقية المحافظات. نعم أستاذة منال. نعم، أمام الدعوات الكبيرة جدا والمعاناة اللي حاصلة في الحديدة التي لم تخفى على أحد، هل لمستم تغير في دعم الحديدة، في تقديم معونات غذائية من المنظمات الإغاثية، منظمات حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، اليونيسف، كل المنظمات العاملة في هذا المجال؟ حتى لا ننكر أنه في جهود، الجهود موجودة، لكن أنت لا تقدر أنه تغطي كل المديريات. في قرى نائية صعب الوصول لها، في ناس في المديريات البعيدة أحيانا ينظروا إلى أبنائهم، يعني يتم إسعافهم إلى المستشفيات هنا في الرمق الأخير. ليش؟ لأنه عملية التنقل هذه صعبة. الدعم لهناك يعني في أحيانا في مديريات لا يمكن الوصول إليها حتى من المنظمات الدولية. نعم. وهذه المديريات هي الأشد فقرا، تحت خط الفقر. نعم. الحديث الذي يعني كثير يتحدثون بأن المعونات الغاثية التي تصل إلى الحديدة ومخصصة للحديدة يتم نهبها وبيعها في السوق السوداء أو تحويلها للميليشيا، صحة هذه المعلومات؟ هذه الأشياء موجودة في كل المستويات، حتى لو ممكن تتخيل أنه المحاليل الإرواء نعم. يحصل أنه تباع في الصيدليات وبيع أصلاً مجاناً، لكن بتلقى منها موجودة تباع في الصيدليات. نعم. فحكاية البيع والشراء هذه موجودة. نعم. كتبت أنت أكثر من مرة أيضا على وجه آخر من المعاناة، وهي البطاق السلعية التي صرفتها الميليشيا، على أساس من خلالها سيتم يعني صرف رواتب الموظفين واستبدالها بمواد غذائية أو ما شابه ذلك. هل هذه البطائق تمشي؟ هل هذه البطائق فعلا خففت من معاناة الناس؟ هل عملت حل ولو جزئي للناس؟ البطائق السلعية هذه بدأ صرفها في أول مرة في رمضان، وكان المواطنين يعني بعد معاناة طويلة من انقطاع الرواتب ورمضان له خصوصيته، فكان مثل مفتاح فرج أو انتظار. أنت لما ينتظر الناس مدة طويلة حقوقهم تضيع، ينسوا أن هذه حقوقهم، ينسوا أن هذا راتبهم يعني. فكانوا راضيين بأنه الرضا كان موجود، أنه نصف الراتب تحول إلى سلع، لكن الطريقة التي تم توزيع فيها البطائق هذه كانت طريقة مهينة جداً. انتظار المواطنين في النهار بطوابير طويلة أمام محلات تجارية ضيقة جدا، وأحيانا إذا التاجر مزاجه تعكر ممكن يقفل المحل أو يقفل الهنجر ويقول اليوم ما في، وهذه حصلت أكثر من مرة. وكانوا طبعا وكان هذا في مركز المدينة لكل أبناء مديرية الحديدة 26 مديرية. نعم. من جميع الأماكن اللي يدوا يتكلموا ويطوروا في الأخير يقول لهم ما في أو انتهى. وكمان في مشكلة إنه ما تلقيش أحيانا حتى السلع اللي يحتاجها المواطن، الرز أو السكر. نعم. تنفذ لأنه الكمية كبيرة والزحام كبير. نعم. أيوة. وفي نقطة ثانية اللي هي نقطة ارتفاع الأسعار كمان، في استغلال واضح وكبير للمواطن. كل الأسعار تقريبا مرفوع سعرها 2000 ريال أو 3000 طيب ريال. أستاذة منال. نعم. أستاذة منال، إذا لو سمحتي تكرمي البقاء معنا، نشرك معنا في الحديث أيضا الدكتور عثمان، لأنه أكثر من مرة تواصل معه هناك مشكلة في التواصل معه.
محاولة أخيرة دكتور عثمان العيدروس الناشط السياسي من الرياض. مساء الخير دكتور عثمان. دكتور عثمان هل تسمعني؟ فعلا هناك مشكلة كبيرة في التواصل مع الدكتور عثمان. أعود لي الوكيل محافظة وكيل أول محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي. أستاذ وليد تحدث عن نقطة مهمة بأنكم الآن بعد رفض الميليشيا لمبادرة ولد الشيخ الأخيرة فيما يخص ميناء الحديدة لم يبقى أمامكم سوى خيار الحسم العسكري. كان في السابق كما تعلم الحديث عن اللمسات الأخيرة لمعركة الساحل الغربي واستعادة الحديدة، بعد ذلك تم تجميد هذه الإعلان للحملة العسكرية. الآن هل يعني تعاد من جديد؟ هل سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وتبدأ بصورة رسمية معركة تحرير الحديدة؟ أخي العزيز، كما قلتها لك أن تحرير الحديدة أصبح الآن دام قوسين أو أدنى. الآن نحن نعد قوة تهامية مشاركة في تحرير محافظة الحديدة، ولن يكون تحرير الحديدة دام الميليشيات رفضت المبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي. فلم يكن ليس خيار لدينا خيار ولدى الحكومة الشرعية والتحالف سوى تحرير ميناء الحديدة ومحافظة الحديدة وتهامة كاملة حتى نستطيع إيصال المعونات الغذائية لأبناء هذه المحافظة ولكافة المحافظات التي ستظل تحت سيطرة الميليشيات أيضا. لكن طالما والميليشيات ما زالت تسيطر على ميناء الحديدة فهي لديها شريان مغذي، تهريب السلاح، المال الذي يصل إلى هذه الميليشيات والذي يساعدهم في قتل أبناء الوطن وفي التجييش وإرسال المواطنين إلى جبهات القتال في حربهم العبثية. إذا لم يتم السيطرة على ميناء الحديدة ستظل هذه الميليشيات كابدة على نفوس أبناء الوطن، وليس لنا حل سوى تحرير ميناء الحديدة والحديدة بشكل كامل حتى نقطع النفس الأخير والمغذي لهذه الميليشيات من قطع السلاح والمال عنها، ويتم محاصرتهم في الجبال وفي المحافظات الجبلية التي ما زالوا يسيطرون عليها إلى يومنا هذا. نعم، مبادرة ولد الشيخ أستاذ وليد الآن خلاص تم طيها تماما وبشكل رسمي أم لا زال هناك جهود تبذل من أجل إحيائها؟ أخي العزيز، ولد الشيخ دائما ما يريد أن يوصل مبادرة يقبل بها الطرف الآخر، بينما هو يعلم أن الحكومة الشرعية دائما تقبل بكل الحلول من أجل أبناء الوطن. لكن الميليشيات لا يهمها أبناء الوطن، لا يهمهم سوى المكاسب المالية والمكاسب السياسية. المكاسب السياسية هي أن يريدون المحاصصة في الحكومة والمحاصصة في كل مرافق الدولة، والمكاسب المالية هي في أن يظلوا يسيطرون على ميناء الحديدة، وأيضا يريدون حتى ميناء ميدي وسيطرة عليها أيضا، وكذلك الصليف ورأس عيسى. هذه الميليشيات لن تنهي مشروعها إلا بعد دخول وقطع هذا المشروع من قبل الجيش وإنهاء مشروعهم إلى الأبد. أبناء الوطن عرفوا ما تريده هذه الميليشيات وعرفوا كل طباعها الخسيسة التي تسعى إليها الآن إلى التفرقة من الجانب الطائفي والاجتماعي. سببت شروخ بليغة وجروح عميقة بين الأسر وبين القبائل وبين المحافظات، وهي بالتفرقة العنصرية بين كافة أبناء الوطن، هذا زيدي وهذا شافعي وهذا جنوبي وهذا من صعدة وهذا هاشمي وهذا قبيلي. هذه هي التفرقة العنصرية التي تسعى الميليشيات إلى زرعها في أبناء الوطن. أبناء الحديدة أستاذ وليد الآن أين هم؟ هل يعني تواجدهم أقصد فيما يخص الجبهات العسكرية، هل لهم حضور كبير في جبهة المخا في جبهة ميدي، أم لا يشكلون ذاك الرقم الذي ربما يؤثر في سير المعارك من أجل تحرير محافظتهم التي هم أصبحوا مشردين عنها؟
أخي العزيز، أبناء تهامة في كل الجبهات القتالية، أبناء تهامة شاركوا في تحرير كافة الأراضي المحررة من أرض الوطن، أبناء تهامة في الجوف، وأبناء تهامة في مأرب، وأبناء تهامة في صرواح، وأبناء تهامة في ميدي، وأبناء تهامة في المخا. لا توجد جبهة من جبهات القتال ضد هذه الميليشيات إلا وفيها من أبناء تهامة وفي الصفوف الأمامية. ولكن كما تعلم أنه نحن لا نقول إلى 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 الجانب الإعلامي أبناء تهامة بسطاء ولا يقولون إلى هذا. كما تعلم أيضا أنه قائد المنطقة السابعة الذي تم تغييره يوم أمس بقرار فخامة الرئيس هو ابن تهامة الذي كان يقود تحرير العاصمة صنعاء، ونحن نحييه للمجهود الذي بذله في هذه المنطقة والانتصارات التي حققها، ونقول له كفيت ووفيت يا ابن تهامة، وتهامة تحتاجك. وهو رجل عسكري نفذ التوجيهات حين تسلم المنطقة العسكرية السابعة، ونفذ التوجيهات حين تم إقالته لكونه رجل عسكري، رجل يعرف مهامه وواجباته في على أرض الوطن. وكذلك أيضا الآن قائد المنطقة العسكرية الخامسة وهو ابن تهامة اللواء عمر سياف، وأيضا من يقود تحرير إقليم تهامة من جهة ميدي. وعندما وصل إلى المنطقة أيضا كان هناك تقدمات وانتصارات كبيرة جدا بعد وصوله إلى المنطقة. أبناء تهامة أخي العزيز في المخا أيضا بقيادة الحراك التهامي الذي يقود تحرير الهاملي والمناطق التي الآن بدأنا بدخول فيها في أرض تهامة، أصبح الآن لنا موطئ قدم في محافظة الحديدة وهو من اتجاه الخط الساحلي بعد مديرية المخا. نحن الآن أصبحنا على مشارف مديرية الخوخة من الاتجاه الساحلي، وعلى مشارف مديرية حيس من اتجاه معسكر خالد ابن الوليد. تهامة أخي العزيز ليست حاضنة لهذه الميليشيات. تهامة تنبذ هذه الميليشيات منذ دخولها هذه المحافظة، ولكن كما تعلم أخي العزيز والأخوة المشاهدون إن أبناء تهامة شعب مسالم لا يحمل السلاح أبدا، وأيضا قد تعرض لانتهاكات عديدة من العهد الإمام الكهنوت، إلى أن جاءت الجمهورية فلم تكن الجمهورية حاصل عليها أو موجودة عند أبناء تهامة إلا في بشكل بسيط جدا، وجاء الآن الميليشيات الحوثية التي أنهت كل حلم كان يسعى إليه ابن تهامة في هذه المحافظة. ولكن أخي العزيز الآن نحن مع مشروع فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظه الله في تحقيق الأقاليم الستة التي تعطي كل محافظة وكل إقليم حقوقه وبناء نفسه بنفسه من قبل أبنائه، لا من قبل الغير ولا من قبل السلطات النافذة التي كانت تأتي من الهضبة أو من صنعاء. نعم. طيب أستاذ وليد، أعود للأستاذة منال الكاتبة والناشطة الحقوقية في الحديدة. أستاذة منال، إذا ما استمرت الأمور في الحديدة على هذا النحو ومضت المعركة بتحرير الحديدة عسكريا، كيف سينعكس ذلك على أبناء هذه المحافظة التي يعانون من المجاعة، يعانون من الأمراض؟ اسمح لي أخي العزيز، الحديث عن حسم عسكري لمحافظة الحديدة فيه ظلم كبير للناس هناك. الناس تعاني مأساة كبيرة، والحديث عن حسم عسكري هذا لا يعتبر حل، والحل الوحيد هو العودة للمفاوضات. لكن الحديث عن حسم عسكري للمحافظة برأيي هذا لماذا؟ إذن ما هو الحل؟ تستمر الحديدة معاناتها بهذا الشكل، تتسلط الميليشيا وتذل الناس وتنهب موارد الحديدة، والناس تموت جوع وتموت من الأمراض. الحديث عن حكم عسكري دائما يتعلق بأخطاء كبيرة، لا تنسى الأخطاء الكبيرة التي حصلت في محافظة الحديدة، وكان نتيجة كان حديث عن تحرير منطقة الحديدة والتي كان يروح فيها ضحايا مدنيين، ما راح فيها أبدا ضحايا عسكريين. الأخطاء كبيرة ومتكررة كانت. نعم. فإذا قسنا على هذا الموضوع حسم عسكري، أعتقد أن الموضوع الأمر بيكون كارثي. نعم. طيب الآن ربما الآن أيضا أستاذة منال، الناس مقبلون على عيد الأضحى المبارك، هل من تحرك من قبل سلطات الميليشيا في الحديدة لتقديم أي شيء للناس مع قرب موسم العيد؟
الناس في الحديدة طبيعتهم مسالمة، هذه معروفة عن أهل الحديدة. نعم. حتى اللي هم من أبناء الحديدة مواطنين آخرين اكتسبوا هذه الصفة من المدينة نفسها. ما أعتقد أن عندهم أي طموح من أي جهة. الإنسان هنا تعرض لظلم كبير، وثلاث سنوات من الحرب والجوع والفقر ما أعتقد تترك عنده مجال أنه يطمح في الحصول على أي شيء من أي طرف من أطراف هذه الحرب. هو اعتقد انه يتكيف على هذه الظروف ويموت مظلوم مقهور، واعتقد انه الامل في الله. نعم. استاذة منال، قبل ما اودعك كلمه اخيره منك، انت الان تعيشين هذا الواقع وهذه الالام وهذه المعاناه في الحديده، نختم بها منك، تفضلي. الانسان في الحديده، الانسان في اليمن هو اهم من اي حرب، اهم من اي اطراف، اهم من اي حديث عن حسم وحرب وبطولات. البطولات مش بضحايا الأبرياء. الناس تتمنى أنها تعيش حياة عادية، أنه تعيش حياة كريمة. الحياة الكريمة لم تعد موجودة، هذا حقنا، حقوق المواطن العادي الضعيف. بس للأسف الحق هذا ضاع، وإحنا نشتين بس حقنا في الحياة الكريمة. شكرا جزيلا لك الأستاذة منى القائد، ناشطة حقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة الحديدة. وقبل العودة للأستاذ وليد، نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية، عدها الزميل ودي عطاء عن الحديدة، نتابعها ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدينا، تابعنا إذن هذه المادة المعلوماتية عن الحديدة، وعودة إلى وكيل أول محافظة الحديدة والقائم بأعمال المحافظة الأستاذ وليد القديمي. أستاذ وليد، في محورنا الأخير سنركز عن جهودكم أنتم الآن وتواصلكم مع الحكومة الشرعية من أجل توفير رواتب الموظفين في محافظة الحديدة، ملف الجرحى، ملف الإغاثة، أين وصلتم مع، بالتأكيد نتابعكم ولقاءاتكم المتواصلة مع رئيس الحكومة ومع الحكومة في عدن.
بالنسبة للجرحى بدأت الأمور الآن في تحسن في ترحيل أبناء تهامة من جرحى الجبهات، منهم في جبهات ميدي ومأرب قد تم تسفيرهم في الفترات الماضية، والآن بدأنا في تجهيز والإعداد لتسفير عدد من أبناء تهامة من جبهات المخا، ونحن في صدد تسفيرهم بتجهيز الأوليات والاحتياجات المتطلبة. أما بالنسبة أيضا بدأنا الآن بترتيب وضع النازحين العسكريين من أبناء تهامة هنا في المناطق المحررة بصرف مرتباتهم، والحمد لله وصلنا إلى مرحلة ممتازة، وتم التعاون معنا من قبل الجهات العسكرية وصرف مرتبات أبناء محافظة الحديدة أو أبناء تهامة من العسكريين في الأشهر الماضية، وأيضا سوف يتم صرف لهم في المرتبات القادمة. نعم. بالنسبة للجانب الإغاثي أيضا نحن نعمل. طب قبل الجانب الإغاثي أستاذ وليد، أكمل نقطة الرواتب، يعني أكمل نقطة الرواتب، تحدث عن حل مشكلة العسكريين، بقية الرواتب اللي بقية المدنيين في المؤسسات المدنية. نعم. بقية المرتبات في المؤسسات المدنية تم لقائنا مع معالي وزير التربية والتعليم أيضا، وبدأنا بمحاولة حل صرف مرتبات المدرسين النازحين من أبناء تهامة في المحافظات المحررة أيضا في عدن ومأرب وأبيان وتعز وسيئون، ونحن في صدد أيضا التجهيز وانتدابهم في المدارس التي في المدارس التي في المناطق التي هم نازحين إليها، ويتم التدريس في هذه المناطق وصرف مرتباتهم حتى يتم تحرير محافظة الحديدة ويعودوا بإذن الله إلى بيوتهم وإلى مدارسهم. أما بالنسبة لمرتبات كافة قطاع الدولة في محافظة الحديدة، أعتقد أن الجميع يعلم أنه قد تم إخراج التوجيهات السابقة وأن المرتبات جاهزة بإذن الله، وكان هناك مبالغ قد تأخرت، وإن شاء الله بإذن الله أنه يتم الصرف بصورة عاجلة، ونحن أيضا قد تطرقنا وأرسلنا نداء بصورة عاجلة إلى فخامة الأخ الرئيس حفظه الله. نعم. بسرعة صرف والتوجيه بصرف مرتبات أبناء محافظة الحديدة التي تعاني من المجاعة الإنسانية بشكل كبير جدا، وسوف وإذا صرفت مرتبات أبناء الحديدة سوف تعيد إليهم قليلا من الرمق بدل الموت الذي هم يموتون به. أيضا أخي العزيز انطلق إلى منظمة الصحة العالمية للتركيز على المستشفيات الصحية. نعم لضيق الوقت، نعم أستاذ وليد، أبناء تهامة. نعم لضيق الوقت أعتذر منك أستاذ وليد، انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا لك وكيل أول محافظة الحديدة والقائم بأعمال المحافظة الأستاذ وليد القديمي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. وفي الدقائق الأخيرة يشارك معنا في الحديث الناشط الحقوقي أحمد القرشي. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. ربما أستاذ أحمد لم يتبقى لنا الوقت الكثير، لكن دخولك مهم لنسمع وجهة نظر أحد أبناء محافظة الحديدة، مطالبكم الملحة على الأقل في هذه الأوقات، تفضل. للأسف الشديد يعني حتى الأمم المتحدة عندما تتحدث عن الحديدة فهي تتجاهل الإنسان، اتهامي بشكل واضح، وهذا للأسف الشديد شيء معيب. على سبيل المثال هناك تركيز كبير جدا على موضوع الميناء وتسليمه إلى طرف ثالث أو عدم تسليمه إلى طرف ثالث، يتم الحديث حول هذا الموضوع بشكل كبير جدا وتصعيد من كمال الأطراف في الداخل والخارج وأيضا الأمم المتحدة، لكن لم نسمع حديث في هذه المبادرة لولد الشيخ عن يعني المجاعة والوضع الإنساني لأبناء الحديدة وكيف معالجة هذا الشيء، عن الكهرباء مثلا، الخدمات الإنسانية التي تفتكر إليها تهامة منذ عقود وزادت يعني حدتها خلال الحرب التي يعني تدور منذ أكثر من سنتين. الكهرباء يعني في ظل حرارة الصيف الحارقة لم يتم الحديث عنها كما تم الحديث على سبيل المثال عن عدن. نحن نهنئ إخواننا في عدن على أنه يتم تناول يعني مواضيعهم الإنسانية واحتياجاتهم كمواطنين، لكن يعني للأسف الشديد لا يوجد تركيز على المواطن التهامي، وكأننا وهذا يؤكد فعلا تعامل الداخل والخارج مع أبناء تهامة كمواطنين أو كبشر من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة. للأسف الشديد نحن نرفض مثل هذا التجاهل، ونتمنى على المؤسسات
الدولية والإقليمية أن تولي اتهام أرضا وإنسانا الأهمية التي تستحقها والتي يتوجب أن يتم التعامل معها بها، وتوفير المطالبات الإنسانية وتأكيدها في كل المطالبات وفي كل المحافل الدولية. أيضا هذه رسالة إلى أبناء تهامة لتوحيد صفهم فيما يتعلق ب تحديد مطالبهم والضغط باتجاه الاستجابة لها من سواء السلطات في صنعاء أو السلطات في الرياض أو غيرها التي بيدها أن أشكرك. أن يكون هناك ضغط في هذا الاتجاه للاستجابة للإنسان التهامي أكثر من أي شيء آخر. شكرا لك أستاذ أحمد، كنا نتمنى أن تكون معنا من بداية الحلقة لكن لم نتمكن من ذلك. شكرا لك على مشاركتك معنا الناشط الحقوقي الأستاذ أحمد القرشي، والشكر أيضا لوكيل أول محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي، وكذلك الشكر للناشطة الحقوقية منال قائد. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، ومنتجة البرنامج إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.